لنا شوي لحد ما يجمعوا باقي الطلاب. خلينا نبدا اول شيء. في حدا عنده اي anybody؟ طب خليني اسال سؤال دايركتلي، هل شايفين انه يضلوا lectures as PDF على الجسم على الاي ليرنينج كافي، ولا بتحبوا انه يكونوا as videos؟ او بتحبوا نلغي المحاضرات بالمره؟ اي احد عنده اي تعليق؟ ايش نسوي بالمحاضرات؟ دكتور يعني حتى لو مش لايف تكون المحاضرة ممكن انه تسجل من قبل واحنا نقدر نسمعها بدون شرح صعب. هذا هو السؤال. هلا هل بالنسبة لكم الـ PDF هذا كافي، ولا بدكم الـ narration تاعه انه انا اعطيك هذه as a video with my explanation عليها؟ بالضبط، اكيد هيك حيكون احسن. خلص معناته ان شاء الله انا already I prepared them، واللي راح اسويه ان شاء الله بس نخلص اليوم راح احط لكم اللينكس لليوتيوب فيديوز تاع اللكتشرز الثلاثة الاصليين تبعون. اوكي تمام ان شاء الله. طيب اذا we are not expecting more people to join، يمكن نبلش عشان انتم عارفين انه الوقت تاعنا محدود بالنهايه، هذا هو اللي راح يعطونا اياه as a time. فاليوم ان شاء الله talk to you about abdominal pain in children. والفكرة الأساسية من هذه السيشن، لأنه يعني قياساً على الشغل اللي إحنا بنشتغله as clinical rounds، إنه إحنا بنحكي بhistory and physical examination. فاللي بدي أسويه أنا إنه راح نحكي اليوم عن شو اسمه as برضو history and physical examination. اخترنا موضوع abdominal pain لأنه ببساطة هذا واحد من ال very common complaints اللي ممكن تشوفها سواء بالفلور during your pediatric rotation أو during ما تكون موجود أنت بالطوارئ. فاللي راح أسويه إن شاء الله خلال هالسيشن هذه إنه نحاول نفكر يا جماعة إذا إجاني طفل على الطوارئ أو بالفلور عنده abdominal pain، شو هي الأشياء اللي بالهستري المهمة اللي لازم أعرفهم عشان أقدر أعرف أنا شو الدايجنوست تاع المريض، وشو الأشياء اللي بدي أدور عليها بالفيزيكال إكزام. وزي ما أنتم عارفين أنا يمكن مش الهدف تاع هذه السيشن أصلا ولا حتى الإي ليرنينج نفسه إنه تو تيتش يو هاو تو دو فيزيكال إكزام. يعني أنت هلا باي ذا إند أوف ذا فورث يير، وبالتالي أوريدي أنت يو آر فاميليار وذ هاو تو دو فيزيكال إكزام بالمجمل. ومن جهة ثانية البكيلاريتي تاعت الدياتريكس مش راح اقدر اعلمك اياها اونلاين، يعني هذا لازم يكون في مريض ونحن نشتغل على المريض. فان شاء الله لما نرجع للدوام ان شاء الله هذه الاشياء بي كفرد لما نرجع ريجاردينج البكيلاريتيز اوف فيزيكال اكزام. لكن راح نحكي عن شو هم الساينز اللي ندور عليهم خلال الفيزيكال اكزام تاعي. فلو فرضنا انه انت بالطوارئ وعندك اجتك ام جابت لك طفل عمره ليتس سي 5 6 years، قلت لك انه هذا الطفل عنده بطن بوجع. هلا اللي دائما انا بحب احكي للستودنتس انه يا جماعه قبل ما تبلش انت تاخذ ديتيلز تبعونك خلينا نسميها تغوص بهذه الديتيلز، وبعدين تلاقي حالك انه انت مش عارف من وين بدك تبدا او كيف بدك تجمع الاشياء كلها على بعضها،
my suggestion انه دائما لازم تفكر شو هو differential diagnosis اللي عامل لي هذول complaints. هلا الفكره بالابدومينال بين انه differential diagnosis is very wide. Very wide لانه مش دائما الاشياء هي related للاناتومي اوف ذا ابدومن. يعني مش بس الانترا ابدومينال organs هم اللي ممكن يعطوني abdominal pain. فالdifferential diagnosis تاعي كثير طويل كثير كبير. وإذا أنا ما حطيت ببالي شو هو الديفرنشال مش راح أعرف كيف بدي أسأل عنه هذا الديفرنشال، مش راح أعرف أوصل لدياجنوسيس بالنهاية. فأنت إذا بتخيل قدامك البادي أز أناتومي راح تلاقي إنه أنا في عندي إنترا أبدومينال أورجنز، الإنتستين، الستومك تاعتي، البنكرياس ممكن يعطيني بين، السبلينك، السبلين ممكن يعطيني بين، الليفر تعطيني بين، وفي عندي أذر أورجنز شيرينج بشكل أو بآخر برضه هذول المسؤولين ممكن يعطوني بين. غير إنه الكيدنيز كمان تبعوني ممكن يكون هم الكولر بين، اليورينال بلادر ممكن تكون، اليوريتر ممكن يكون، أوتسايد الأبدومين ممكن تكون بيزل نيمونيا هي الكوز، ممكن تكون هذه الوول أوف الأبدومين يعني مثلاً هيربس، ممكن يكون هذا هو الكوز أوف سيفير بين اللي موجود إنه المريض عنده هيربس إنفكشن، ممكن يكون هذا بالميلز مثلاً تستيكولر توش هذا أوتسايد الأبدومين لكن بعطيك سيفير أبدومين بين اللي إن جنرال. وممكن يكون هذا الشيء inflammatory process زي مثلاً thyroid fever وهذه بعيدة غريبة عجيبة بالنسبة لك إذا ما فكرت فيها مش راح تلاقيها. فقبل ما تبلش أنت تأخذ the details تاعت الهستري على ورقتك هذه اللي بتكتب عليها خد النوت الأساسية تاعتك إنه يا جماعة في عندي طفل عمره هالقد عنده abdominal pain شو differential اللي بيخطر على بالي أكتبهم جنبي هذول كلياتهم وبعدين أنا ببلش بالإشي الأساسي اللي تعلمته أنت من الكورس اللي هو هذه اللي هي الفيتشرز تاعت البين. وهلا راح نحاول يعني تو تاتش بيز على كل واحدة فيهم ونشوف شو أهميتها بالنسبة للدياجنوسيس. فاحنا بنبلش دائما بأنه والله شو الأونست الفريكونسي الديوريشن ومتى بيجي هذا الأبدومينال بين. خلينا بس أعطيك فكرة أنه والله هذول شو أهميتهم أنه إذا أنا بدي أدور عليهم هذول يعني شو بدي أستفيد أنا من إني أسأل عن هذه الفيتشرز وكيف هذه الفيتشرز ممكن تساعدني بالدياجنوسيس أو الأبدومينال بين. فإذا حكينا عن الأونست فور إكزامبل والله هذا سادن أونست شارب بين بدي أفكر بإنه والله في إنفكشن بروسس عند هذا المريض. إذا قلت لي إنه والله هذا سادن أونست فلانك بين بدي أفكر إنه والله ممكن يكون هذا نيفرونسياسيس أو بايرنفايتس المريض عنده. إذا قلت لي عن بيجي بالليل ولا بالنهار مثلا. إذا والله symptoms تاعت هذا المريض بتصير during the daytime بدي أفكر إنه هل هذه شو الإشي اللي بصير during the daytime بيخلي هذا المريض يصير في عنده pain. يعني إذا الطفل هذا بصير الوجع تاعه الصبح قبل ما يروح على المدرسة أول ما يصحى من النوم الصبح بيوجع بطنه قبل ما يروح على المدرسة هذا بيخليني أشك إنه والله ممكن يكون هذا functional abdominal pain. ولد هذا he's not faking the pain بس هذا functional pain ويمكن يكون في مشكلة للمدرسة هي اللي بتخليه إنه والله يدوش يروح على المدرسة وبالتالي هي feel والله in pain early in the morning. إذا الإشي بصحيه من النوم مثلا هذا واحد من signs أو sorry من symptoms إنه this is a serious cause لأنه الأشياء اللي awaken them from sleep usually في لها significant organic cause. هلا بالنسبه للديوريشن مره ثانيه اذا والله المريض عنده symptoms of abdominal pain هذه صار لها weeks هذا against انه مثلا افكر بكوليسيستايتس او افكر بالانسايتس. اذا كان هذا البين بيروح منه لحاله يعني فجاه بصير هذا بشد بعدين بروح بشد بعدين بروح هذا suggestive انه this is more of colic type of pain. فهذول الأشياء بدي أخليهم بالي وأنا بفكر بموضوع الأونست الفريكوانسي تاعتي الديريشن إذاش بقول هذا البين. الجزء الثاني إنه والله طب وين بيتوجع؟ وين هذا الوجع موجود؟ فإذا حكينا إنه والله هذا البين localized to the right lower quadrant وإنتوا جيتوا خلصتوا جراحة أوريدي معناته والله أول شيء بدي أفكر فيه لأنه هذا most serious إنه this is appendicitis type of pain. إذا قال لي إنه المريض قال لي إنه والله ال pain هذا جاي epigastric
اوكي معناته انا لازم افكر بانه هذا البين يعني شارب ولوكالايزد تو ذا جاستريك انه يكون هذا ستامك بين بدي افكر بالبيبتيك السر ديزيز اذا لانه والله كل الابدومن ان جنرال كلياته ديفيوز تايب اوف بين ساعتها بدك تفكر ب مور اوف بيرفريشن بيريتونايتس تايب اوف بين. طيب هذا البين في مكانه طول الوقت ولا في راديشن او مايجريشن؟ وهذه برضو جبتها معك من السيرجري تاعك انه والله مثلا خلينا ناخذ الكلاسيكال اكزامبل انه والله ابدومينال بين او رايت او ميد لاين ابجاستريك بين راديتنج تو ذا باك وهذا سوجستيف اوف بانكرياتايتس. اذا رايت ابر كوادرنت بين وفي ريفيرنج للشولدر معناته هذا والله ريليتد تو جول بلادر تايب اوف بين. هذول يعني كلاسيكال اكزامبل اكيد تعلمتوهم من السيرجري راوند تاعك. بعدين بدي افكر بالريليفنج واجريفيتنج فاكتورز. طيب شو الاشياء اللي والله مايت كوز اجريفيشن للبين؟ اذا قلنا عن الموفمنت مثلا انتم عارفين انه الكلاسيكال برضو اكزامبل انه البين تاع البنكرياتايتس هذا مع الموفمنت هذول المرضى بصيروا عندهم مو سيفير بين تلاقيهم دول سيتنج ستيل ونيلينج بوزيشن عشان ما يتحركش الابدومن تاعه عشان ما يمزجش البين تاعه. مثلا الفود هل في هذا الفود لما بياكله في عندي شغلتين regarding الفود type of food وانه وجود الفود او لا. مثلا اذا قلت لي انه المريض والله البين تاعه او تحكي لي انه لما بياكل بيزيد هذا الوجع. طيب السؤال اللي بعديه يعني لما بياكل اكل معين ولا whatever he eat؟ اذا whatever he eat بدي افكر بيبتيك ألسر ديزيز. بس اذا بدو لي انه والله هذا مع الفاتي فود بيخليني اشك انه والله this is biliary cause هو اللي الكوز جاي من هناك. فلما ننسأل عن الاكل والعلاقه بين الوجع والاكل بدي اسال انه هل الاكل الدخل الهانجر بين او ايتينج بين وبدي اسال شو تايب اوف فود اللي بيخلي هذا الوجع يجي. الشغله الثانيه ريليتينج يا اما ريليفينج او اجريفيتينج هو موضوع الميديكيشنز. اذا فكرنا مثلا بشيء زي النون ستيرويدز انتوا عارفين انه هذول النون ستيرويدز ممكن يعملوا لي غاسترايتس والباطني ممكن يعطيني سيفير بين. هذا من جهه. من جهه ثانيه اذا بيسالوني انه والله اللي بدي اسال انه في ادويه معينه مثلا بتخلي الوجع يروح زي مثلا البي بي ايز بروتون بامب انهبيتورز انه والله لما باخذهم بيروح الوجع او الاتش تو بلوكرز او مثلا الانتاسيدز باخذ انتاسيدز هذا الوجع اللي كان موجود بيروح. هذا سجستيف انه ذس از هايبر اسيديتي او ديكاس ديزيز. فمهم اني اعرف شو علاقه الفاكتورز اللي بدور عليهم انا اللي ريجاردنج انه هذول ميكينج البين بيتر اور ورس كل واحد فيهم وين توجهني انا بالتفكير تاعي. بدي اسال مثلا عن الكاركتر تاع البين كيف بحسه المريض هذا. مره ثانيه اذا انا في عندي ديفيوز تايب دل بين هذول يعني في لونج ديفرنشال. بس اذا انت بالديسكربشن تاع المريض انه هذا شارب بين ولوكالايزد هذا سجستيف انه في عندي اليمنت اوف بريتنزم بهذاك المكان. بالعاده انتم بتشوفوا هذا مع الانسايتس از ان اكزامبل لشيء بيعطيني شارب بين. اذا كوليكي ان نيتشر ممكن يكون هذا اكيوت جاستروانترايتس. المريض بحس بسيفير بين وبعدين بيدخل بفترات بيكون توتالي ريليفد ما في شيء شكيش من شيء او بحس حاله much better. هذا كوليكي in nature وهذا ممكن يكون بالأبر أبدومن مثل زي الـ acute gastroenteritis يعطيني such type of pain. What about the associated symptoms تاعتي؟ هلأ دائما بدك تتذكري لما بدك تسأل بدي أسأل عن الـ symptoms تاعت السيستم اللي involved أول إشي. مدام انه انا بفكر بالابدومن اول شيء بفكر بالانفا ابدومنال اورجنز وبعدين بدور على باقي الاشياء اللي ريليتد للابدومن قبل يعني اي مين اوتسايد ذا ابدومن از كوز فور ابدومنال بين. فمثلا فيفر نوزيا فوميتنج انوركسيا دياريا هذول كلياتهم من الجي اي سيمتومز اللي بدي اسال عنهم بالاول. انا ام ثينكينج اوف مثلا اكيوت جاسترونترايتس اذا المريض عنده
vomiting diarrhea و abdominal pain معناته على الأغلب هذا مش دائما يعني هذا مش final لكن على الأغلب والله هذا يعني pointing toward acute gastroenteritis. بدي أسأل مثلا عن weakness, fatigue, jaundice هذا لأن والله هذا suggestive of viral hepatitis. المريض عنده right upper quadrant pain وعنده nausea وfatigue والأم شايفته أنه yellow في شوية darkening بالurine color هذا suggestive أنه this is a viral hepatitis. ناخذ another example هذا الأشياء اللي خلينا شوي راح خلي الأشياء اللي برا الأبدون للآخر. مثلا إذا في constipation يعني المريض عنده infrequent bowel motions وهذا suggested أنه ممكن يكون هذا الكوز تاعي للأبدون pain is constipation. إذا بدي أسأل عن أنه في blood مثلا في السكوب تعرفين أنه مثلا في specific infections بعطيني bloody diarrhea وفي عندي inflammatory processes زي inflammatory bowel disease أو ulcerative colitis IBD Crohn's هذول ممكن يعطوني برضو blood in the stool dysentery زي as infection هذول ممكن يعطوني blood in the stool بالتالي بدي أكون متأكد إن هذه الأشياء موجودة ولا مش موجودة. إذا الفوميتس تاع المريض هذا فيه blood أو bile هذول ممكن يكون suggested إنه ممكن يكون complicated ulcerative disease أو يكون في عندي intestinal obstruction for example. إذا المريض عنده fever و cough و shortness of breath هذا suggested إنه ممكن تكون هذه نمونيا the cause for the abdominal pain اللي أنت شايفه بها المريض. إذا ال pain هذا موجود في other sites موجود فيها pain زي مثلا السكلاتوش هذا ممكن يعطوا severe pain ويعطوني برضو in the same time abdominal pain. ممكن تسأل عن genitourinary symptoms زي مثلا dysuria, frequency of micturition, هل في blood باليورين أو لا؟ هذا suggested of UTI. من الأشياء الثانية اللي هي برا الجي آي ممكن تعطيني برضو abdominal pain مثلاً diabetic ketoacidosis. تبدي أسأل إنه والله إذا المريض عنده rapid breath والأم تحكي إنه صار له فترة بوليوريك وبوليدبسك وعنده excessive hunger. هذا suggested إنه هذا المريض ممكن يكون المشكلة بتاعته. هي ببساطة إنه والله المريض عنده ديكي. فهذول الأشياء إذا أنا ما سألت عنهم أنا ما فكرت فيهم during my differential diagnosis أو not tackled them الأهل مش راح يتبرعوا عشان يشرحوا لي ويقولوا لي إنه والله إحنا حاسين عنده واحد اثنين ثلاثة أربعة وما مستنوا مني أنا as a physician إنه أنا يكون very thorough وأسأل عن كل الأشياء ولاقي أنا diagnosis مني لحد. واحد من الأشياء اللي دائما لازم تكون ببالنا بالdifferential تاعنا اللي هو ال history of trauma وهذا usually obvious لكن don't count it مش دائما الناس راح تيجي تتبرع تقول لك انه في history of trauma مرات بيكون في social issues ممكن يكون هذا violence يعني يكون حدا ضربه بالبيت بالتالي الاهل ما بدهم مش يجيبوا سيره بدهم مش يحكوا انه والله الولد انضرب ممكن الناس تحسها انها trivial trauma يعني مش مستاهل يعني هذه مش ما شافوهاش انها شيء كثير كبير وبالتالي ignore مرات الأولاد الصغار هذول يعني مثلاً بيلعب على البسكريت وإحنا عارفين إنه هذا إذا وقع عليه ممكن يكون في splenic injury ممكن يعمل لي pancreatic injury أو liver injury وهو ما بدوش يقول عشان مثلاً not to be blamed أو حدا to punish him مش عارف شو فهذه الأشياء بدك تخليها ببالك إنه أنت need to ask specifically إنه في history of trauma ولا ما في history of trauma. هلا الترابلينج هيستوري وهذا احنا يعني متعودين من نسمع من الستودنتس انه ما في هيستوري ترابلينج انت عايش بتدور لو تسال عن الترابلينج يمكن ببلادنا يعني بمجتمعاتنا الهيستوري ترابلينج حقيقه نوت ذات يعني اوف هيوج امبورتنس بس هذا الشيء لازم تتعلم لانه انت يمكن ويل نوت براكتس اولويز ببلد زي الاردن يمكن ان شاء الله كلكم على خير تروحوا تو جيت يور تريننج اوتسايد او تشتغل بمكان ثاني. الهيستوري ترابلينج الاساس تاعه إنه شو هي diseases اللي أنا ممكن acquired من مكان تاني وتعطيني مش موجودة بالبلاد يعني أنا بدي أحكي إنه مثلاً واحد بكندا بده يجي على الميدل إيست وبده يصير عنده abdominal pain وصير عنده diarrheas بدك تخاف إنه والله يمكن يكون هذا infectious gastroenteritis لأنه إحنا من endemic area with gastroenteritis infectious type of gastroenteritis أو hepatitis A مثلاً يعني هناك ناس ترى اللي بتتصاب بهبتايتس ايه
بالديفلوب كانتريز. لكن ببلادنا يعني من بده يروح الماء من ترافلينج من وين لوين، يعني كل الاشياء كل هذه المايكرو اورجانيزمز موجوده ببلادنا الحمد لله وما عندناش مشكله فيها. بس اتذكر انه والله لما بدي اسال عن هيستوري ترافلينج يوجوالي ام اسكينج لوكينج فور يعني انفكشس كوزز. طيب شو الاشياء اللي بالباست هيستوري تاع المريض المهمه لما بدي اجي اسال مريض عنده ابدومينال؟ بدي اتذكر انه ممكن previous operations. ليش هذول previous operations بدي اسال عنهم؟ مش لانه no history of surgical interventions، لانه اذا كان في عندي intra-abdominal operations من زمان ممكن هذه الاشياء تصير في مكانها adhesions. هذه ممكن عمليه internal obstruction ممكن يجيني في abdominal pain vomiting، ممكن تشوف bilious vomiting. هذا واحد من الاشياء اللي مهم اني اعرف انه موجود ولا مش موجود. medications used حكينا انهم بالاول لما كنا بنحكي عن الاجريفيتنج والريليفنج فاكتورز ممكن يكونوا هذول نيولي يوزد، ممكن المريض باخذ اصلا ميديكيشن من اول وما حدش منتبه انه هذول الميديكيشنز ممكن يعملوا لي الابدومينال بين، او ممكن يكونوا يدلوني على الكوز الاصلي. يعني ممكن الاهل ديناينج انه والله المريض عنده اكزامبل اف ام اف، لكن لما يقولوا لك انه المريض ماشي على كولتشستين I would think okay yeah ممكن كولتشستين، ممكن المريض هذا النوبة اللي جاي فيها اليوم هي نوبة من الأفراف تاعه. مثلا المريض أزماتك وهذا المريض الأزمة عنده frequent problems controlling his asthma وماشي على steroids، وانتو عارفين انه الستيرويدز هذولا they will invite hyper acidity وممكن يعملوا لي reflux symptoms او vertical disease symptoms. بالتالي انا عرفت انه لما اعرف انه المريض ماشي على steroids راح يدلني هذا من وين جاي البين هذا اللي بيشكي منه المريض. وحكينا عن النونستيرويدز اللي مثلا مريض عنده روماتويد ارثرايتس، جوفينايل روماتويد ارثرايتس، عنده تروما برجله وبياخذ نونستيرويد عشان الوجع اللي برجله. He's ignoring انه هذا الشيء انه والله ممكن يعمل لي بروبلم على الستومك تاعته ويخلي هذا المريض عنده ابدومينال بين. فما تنسى انه تاخذ ديتيلز اوف ذا ميديكيشن يوز. وهذه بس عشان نتذكرها احنا از بيدياتريك ترينين بهذا الوقت، انه يا جماعه الميديكيشنز بالاطفال ما بتنحكاش بالاسم بس والسلام عليكم ورحمه الله. لازم اكون عارف هذا الدوز اللي بياخذها المريض. هلا كل واحد فيكم عنده سمارت فون، اذا الام مش عارفه اسم الدواء بتوصف لك اياه، ممكن انه تفرجيها بيكتشر له، ممكن تخلي حدا بالبيت يصوره ويبعث لك اياه وتعرف قديش الدوز تاعته. It's very important إنه أنا أعرف قديش المريض بياخذ as a dose. ولما يعني بالعادة إحنا دائما نضرب هذا المثل اللي هو الباراستامول أو الأستامين اللي هو most common medication بكل الكرة الأرضية. The safety margin تاعه is very high. لكن إحنا عارفين إنه ال overdose من الأسيتامينوفين أو ال الباراستامول تعمل liver failure. ممكن تعمل acute liver failure with very high rate of mortality. يعني أنا ما بعرف قديش المريض بياخذ دوز من هذا الميديكيشن بالنسبة للويت أو بير كي جي. هذا ممكن يخليني والله not to diagnose المريض، ما أعرفش وين المشكلة اللي بواجهها المريض. فبليز لما تاخذ الهيستوري اوف ميديكيشنز هذا مش لكشري إنه والله أنا بس بدي أسأل عن الميديكيشن شو بياخذ، لازم أعرف أنا الدوز تبعونهم، متى بياخذهم، قد إيش بياخذهم، ليش بياخذهم، لأنه يعني ممكن يكون هذا contributing للمشكلة تاعته. immunization وهذا برضو من الاشياء البيكيولير بالبيدياتريكس مقارنه بالميديسن والسيرجري، انه انت دائما بدك تسال انه المريض ما اخذ الفاكسينز تبعونه ولا. انا راح اعطيك بس اكزامبل واحد عشان اي هوب منه انه نتعلم انه يا جماعه الفاكسينز هذه مش عشان اقول انه والله اب تو ايج اكوردنج تو ذا ناشونال جوردينيان ناشونال بروجرام، مش هذا الهدف منه. الهدف منها اني اشوف انه هل هذا الايمونايزيشن سواء إن المريض immune for this disease is preventing such disorders، ولا إنه إذا المريض مش ماخذ هذا الفاكسين راح يخليه at risk of acquisition of this disease. وبالنسبة للأبدومينال بين في عنا example بسيط اللي هو المامس. أنتوا عارفين إنه المامس هذا الفيرال illness ممكن يعطيني بروتايتس، ممكن يعطيني بانكريتايتس، ممكن يعطيني بدنورتايتس، وهذولا ممكن بالتالي ممكن يعملوا لي أبدومينال بين. فإذا أنا سألت وعرفت إنه المريض مش immune for the mumps
راح يدخل المنص بالديفرنشال دايجنوستس تاعي اوف الليب جاستريك بين اللي جاي فيه المريض. لكن اذا المريض ما اخذ فولي دوزز اوف دي ام ام ار تاعه راح خليني والله ريلكتنت تو ثينك اوف هذا الانفكشن از بارت من الديفرنشال دايجنوستس تاعي. فبليز انه ريمبر انه موضوع الايمنايزيشن هذا مش معمول بس برضو مره ثانيه عشان بس اقول انه المريض عنده اب تو ديت، هذا معمول عشان انا استفيد منه بالديفرنشال دايجنوستس تاعي. بالنسبة للالرجيز، الالرجيز يعني في عندك جزئين من الموضوع ممكن تفكر فيها. خلينا نحكي at our level as fourth year students. أول شيء إنه المديكيشنز تاعت الالرجيز هل ممكن يكونوا contributing؟ زي ما حكينا قبل شوي المثال اللي ضربناه بالنسبة للبرونكيال أزما والستيرويدز، لكن راح أعطيك أنا كمان مثال عشان نغير موضوع الأزمة والستيرويد. الأزمة والإنهيلرز السمباثوماميتكس هذول اللي نحن ناخذهم، هذول اللي هم ريديوس البريشر تاع اللور اسفنجيال سفنكتر انفايتنج ريفلكس كمان. هذول كمان ون مور بروبلم ممكن تخليني انلاي تسأل المريض عنده أليرجيز ولا لا. الجزء الثاني من القصة اللي هو الفود الرجيز، وانتوا عارفين انه again في الرجيز خلينا نحكي عن الاي جي اي ميدييتد فور اكزامبل، وهذول ممكن يعطوني انجيوديما وصير عندي ايفن سيفير ابدومينال بين بس تاكل هذا الشيء اذا بلك الرجي، ممكن يكون انا في الاكسس يصير عند المي. هذا نوع. النوع الثاني اللي هو نون اي جي ميدييتد مثلا زي سيليك ديزيز، اتز بالنهاية food hypersensitivity لكن مش IG mediated، لكن واحدة من الـ presentations بتاعت الـ celiac disease is the recurrent abdominal pain. فالـ allergies history مهم بالنسبة لك وبدك تاخده indicators. إذا المريض عنده known case of عنده other morbidities، هذا بيخليهم at different level of diseases. ناخذ مثلا اكزامبل. هلا انتوا اكيد ان شاء الله بس ترجعوا للراوند تبعكم راح تشوفوا انه الهيماتولوجي سيرفيس اللي موجوده عندنا بالمستشفى اذا هي سيرفيس الهيماتولوجي اونكولوجي، ومن هذول المرضى مثلا مرضى السيكل سيل ديزيز، وهذول بنشوفهم فيري فريكوينت بالمستشفى. وحتى بمستشفى رحمه اللي بيقولوا على رحمه عندهم سنتر تاع الهيماتولوجي تاعهم موجود في مرضى الثلاسيميا والسيكل سيل ديزيز بيجوا فيري فريكوينت. هذول المرضى مثلاً at increased risk of development of gallbladder stones. وبالتالي صح إحنا نقول إنه والله gallbladder diseases وإنه cholecystitis مش cholecystitis هذول rare in children، لكن هذول المرضى is one of the common morbidities مصير في عندهم biliary colic، مصير في عندهم cholecystitis، cholangitis، common bile duct obstruction. فهذا مهم إنه أعرف إنه هذا المريض عنده sickle cell disease. Another example للسيكل سيل ديزيز بالذات عشان صرنا جايين سيرة الهيماتولوجي، انه هذول المرضى مثلا عندهم risks of occlusive crises. فاكيد انتم اخذتوا المحاضره بتاعت الهيماتولوجي تعرفكم انه هذول المرضى ممكن يصير عندهم splenic infarction for example، وهذا بعطيه severe abdominal pain. Another comorbidity مثلا let's say cystic fibrosis، والcystic fibrosis برضو ممكن يصير عندهم stones، ممكن يصير عندهم chronic constipation، chronic cough ممكن تعطيني abdominal pain بالذات abdominal wall أو abdominal muscles من stretching بسبب repetitive coughs تبعتهم هذولا. فهذا بدي أخلي بالي إذا المريض عنده cystic fibrosis هو prone for different type of morbidities بتعمل abdominal pain. خلينا نطلع من respiratory والهيماتولوجي ونفكر بالنيورولوجي. again لما تداوم راح تشوفوا انه في يعني عندنا بيج سيرفيس بين النيورولوجي والنيفرولوجي في المستشفى تاعنا. زي مثلا السباينا بيفيدا، المرضى اللي عندهم ميل من السيل سباينا بيفيدا، هذول المرضى ممكن يكونوا at increased risk of UTI من جهه، لانه هذول العاده البلادر تبعتهم dysfunctioning او اللي بنسميها نيوروجينيك بلادر، بالاضافه انه الموتيليتي تاعت بتاعتهم بالتالي هذا بيخليهم
at risk of chronic constipation. ودول التنتين بيعطوني برضو abdominal pain. الشيء الثاني اللي بنسأل عنه اللي هو stooling pattern. إحنا حكينا إنه هذا المرضى at increased risk of both. مش increased risk. إحنا نحكي عن stooling pattern as part من ال من ال symptoms اللي بيسأل عنها. بيسأل عن هل في عندي pre-quantification وهذا ممكن يدلني إنه والله في constipation. إذا في عندي fecal incontinence برضو هذا كمان suggested إنه pain موجود عندي هذا ممكن يكون related to constipation. أو إنه المريض عنده very frequent bowel motions بيت قصين إنه المريض عنده diarrhea وهذا suggested إنه this acute gastroenteritis. Dietary history شو بيأكل هذا المريض وهذا برضو مهم بالنسبة لك عشان يساعدك reaching a diagnosis. حكينا هل الموضوع هو موضوع الأكل نفسه ولا موضوع التايمينج بتاع الأكل؟ مهم خصوصا المرضى اللي يكونوا عندهم constipation انك تسأل عن الأماونت أوف فلويدز اللي بياخذها، بياخذ كمية فايبر كويسة ولا لا. ومن جهة ثانية اللي هو eating outside the home مثلا خصوصا لو نفكر بمرضى الهيباتيتس أو مرضى الأكيوت جاستروينتيرايتس، أكل برا البيت، في حدا أكل صار عنده نفس المشكلة، لو بتفكر بفود بويزنينج أو أكيوت جاستروينتيرايتس. فهذول موضوع dietary history in details مهم بالنسبة لك. نيجي على الفاميلي هيستوري. هلا الفاميلي هيستوري راح اعطيك couple of examples. واحد فيهم هو جي اي ريليتد تماما او اثنين خلينا نقول زي مثلا الانفلاماتوري باول ديزيز. احنا عارفين انه الكرونز ديزيز بالذات في عندنا فاميلي بريدليكشن، يعني في عندنا اكثر من حدا بالعائله. فبدي اسال انه في والله في فاميلي هيستوري اوف انفلاماتوري باول ديزيز. Celiac disease برضو في increased risk ب family members. إذا في عندي sibling عنده celiac disease the chance إنه الأولاد الثانيين اللي موجودين بالعائلة الأولاد والبنات راح يكون عندهم higher chance of having celiac disease. هذول بالنسبة مثلا لل GI problems. Nephrolithiasis as something outside the guts لكن باطني أبدون لبين. كلكم عارفين إنه kidney stones is somehow rare in children. لكن في عندي أنا metabolic disorders وفي عندي familial disorders بتخلي هذول الأولاد ممكن يصير في عندهم nephrolithiasis زي مثلاً cystinuria مثلاً. This is metabolic disorder وهذا ممكن نشوفه أكثر من حدا بالفاميلي. الhyperuricemia problems, hypercalciuria هذول كلياتهم ممكن يكونوا familial issues. فبالتالي بدي أسأل إذا في حدا بالعائلة والله عنده kidney stones، في حدا بغسل، في حدا نعمل له كيمو ترانسبلانت، في حدا عنده هيماتوريا بالعيلة، هذه كلياتها will point toward إنه والله في عندي nephrolithiasis for example. Another inflammatory process زي الفاميليا الميديترينيان فيفر، والفاميليا الميديترينيان فيفر يعني جاوب بحالة من حالة أصلا اسمها فاميليا. وبالتالي usually you would find إنه والله في other members بالفاميلي بمعارفهم، حد يقرب لهم مش عارف إيش، إنه برضه عنده أفما. وما حد ينسى إنه في عنا default questions لإنك تسأل إنه والله في حدا بالعيلة عنده أفما، أو إنه يسأل عن symptoms نفسهم زي ما أقول إنه والله في حدا بالعيلة عنده recurrent abdominal pain أو recurrent fever، أو تسأل عن الأشياء اللي أبعد شوي اللي هو ممكن تكون سرعة مؤقتة زي مثلاً renal failure in young age. عارفين إنه most common cause بدلنا renal failure هم chronic illnesses زي diabetes مثلاً، هو بعدهم بيجوا nephritis. فإذا في حدا والله بالعشرينات وبالثلاثينات وعنده رينال فيلير وبيغسل، هذا سجل بمريض عنده ريكاند أبدومينال بين، على الأغلب هذا مريضك وممكن يكون FMF وصار عنده أميلودوسيس ورينال فيلير وما كانش حدا مشخصه من قبل، وبالتالي هذا سجل إنه مريضك اللي موجود حاليا ممكن يكون FMF. فبدك تنوع بالأسئلة تاعتك according to the situation. آخر شيء اللي احنا بنطنشوا اللي هو موضوع السوشيال سايكاتريك هيستوري، واللي هو بس بصفي انه الام والاب ساكنين بشقه وعندهم تامين والفنتليتر وفي اربع غرف. بدي اذكر انه فانكشنال ابدومينال بين از ا فيري كومن انتيتي ان الديبياتريكس.
شغلتك انت انك تحاول تدور على كلوز ريجاردنج ذس. يعني اذا المريض هذا عنده سبيسيفيك تايم زي ما حكينا من الصبح بايام الدوام بصير عنده الوجه بالعطله بينام كويس وما حد ولا بيشكي ولا ايش هذا سبيسيفيك انه ذس از ا فانكشنال ابدومينال بين. اذا الوجع هذا موجود شديد بسيروا على الحمام باسنج باول موشن برجع وكانه لا شيء لم يكن هذا اي بي اس وبالتالي this is a functional abdominal pain. إذا في family history of migraine اللاعب عنده migraine أو لهم عنده migraine وفي ثلاثة أربعة من العائلة عندهم برضو recurrent abdominal pain وما هو migraine معناته هذا كله suggested that this is a functional abdominal pain. إذا هذه النوبات الوجع تيجي with stresses يعني زي الأولاد اللي بصير الوجع هذا لما ببلش الامتحانات لما تقرب التقييمات تاعتهم قبل الشهادات مش عارف إيش هذه stressful conditions بالبيت في مثلاً conflicts في البيت في divorce كل هذه الأشياء suggested that this is a functional abdominal pain. مثلاً الأولاد اللي عندهم constipation عشان نفكر إنه هذا functional constipation مش organic cause إنه والله يدل الأولاد بلش على العمر اللي بلشنا فيه weaning أو toilet training أو لما يروح على المدرسة لأنه بلش يروح على الاستخدام الحمام في المدرسة هذا suggested that this is a functional sign of constipation. أنا راح أوقف هون بالنسبة للهيستوري وإذا في حدا أي حدا عنده أي سؤال أو استفسار عن الهيستوري we can take the last 3 minutes هذولا عشان نحكي نجاوب على هذول الأسئلة وبعدين we'll break for 5 minutes وإن شاء الله بنرجع بعدين عشان نحكي عن physical exam اللي راح تكون أقصر شوي من السيشن هذا. فإذا حدا أي عنده أي سؤال أو استفسار على موضوع الهيستوري of abdominal pain anybody دكتور yes دكتور انت حضرتك حكيت انه we suspect familial mediterranean fever اذا كان في عندنا family history of renal failure in young age yes تمام يا حكينا انه هذول المرضى ممكن يكونوا missed بالتالي they will develop amyloidosis amyloidosis will lead to renal failure. فاذا في عندي مريض عنده recurrent fever abdominal pain في family history of renal failure at young age, I would keep FMF in my differential, high in my differential. لأنه بيكون بالفاميلي أصلاً missed FMF, فاضطرت for long years عملت amyloidosis renal failure. Exactly. بالضبط. الله يفتح. تمام. طيب دكتور بالنسبة لل IBS إيش اللي حكيته إنه بروح على ما فهمت ال. Yeah, the functional abdominal pain هذا مجموعة كبيرة. لكن اسهل واحدة واكثر واحدة يعني واضحه هي الاي بي اس ريتابل باول سيندروم. هذول يوجوالي عندهم ابدومينال بين ديستنشن بس يروحوا للواش روم دي ويل هاف باول موشن بعدين يروح على الوجه. فهذا واحد من البيسيك فيتشرز اللي دائما بدك تسال عنها لانها هي سجستيف انه ذس از اي بي اس. تمام شكرا. إنه دكتور المومز ممكن تعمل هيباتايتس وبنكرياتايتس وإيش كمان؟ المومز تعمل باروتايتس، بنكرياتايتس وبدين دموع وكايتس. آخر واحدة بس إذا سمحت. بدين دموع وكايتس، أوركايتس. يعني تستيكلر إنفكشن. شكراً. دكتور بالألرجي حكيت عن الانهيلرز اللي بياخدوها بحالة الأزمة إنها بس ما تبعت إنه بتعمل dilatation باللور اسفاجيال سفنكتر ولا بالأبر؟ لا بتعمل relaxation على اللور اسفاجيال سفنكتر وهذا اللي يقوم increased risk of reflux. أوكي تمام شكرا أهلا